هذا وقد أشاد سفير مصر لدى الإمارات وإلجاد بالعلاقات فيما بين القاهرة وأبو ظبي قائلا إنها تتمتع بطابع خاص ومثير. وقال في تصريحات صحفية إن زيارة الرئيس السيسي إلى أبو ظبي تأتي في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك ولزيادة التعاون فيما بين البلدين، لافتا إلى أن الزيارات المتبادلة والاتصالات تهدف إلى التشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.